بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله نشوف هنشتغل إن شاء الله في أول حاجة مع الماي اس كيو داتابيز. فهنزل حاجة اسمها اكزامب اكس اي ام بي بي، هعمله داونلود من اباتشي، وده بينزل لي بس فكرة إن هو بينزل لي الماي اس كيو ال مع الإنجن بتاع مع المشغل اللي هو البي اتش بي ماي ادمن مع البي اتش بي مع شوية كنترول أدوات كده يعني، ويرنها له وتبقى الدنيا بسيطة. فأنا هختار أحدث حاجة موجودة حاليا واعملها داونلود، خلاص احدد المكان واداونلود الايه البرنامج. طيب سيب لغايه لما داونلود، وبعد ما يخلص ويعمل داونلود وكله تمام، هروح على الفولدر اللي انا عملت فيه داونلود. ادي الملف اهو اكزامب ويندوز مش عارف ايه. طبعا احنا بنشرح طبعا ازاي تسيت اب وتشغل الماي اس كيو، لكن مش هنشرح داتابيز ولا ماي اس كيو لو انت عندك مشكله في الماي اس كيو او داتابيز، فانت مضطر انك انت تراجع ويعني تذاكرها او حاجه زي كده. احنا مش في موضع مذاكره الداتابيز، لكن احنا بس محتاجين ماي اس كيو ونشغلها بالبرنامج الشهير البي اتش بي ماي ادمن ونبدا نشتغل عليها. هسيب احدد المكان اللي انا عايز يعني انستول فيه الاكزامب ده، فاشوف الفولدر اللي انا عايزه يفضل على الدي او حاجه غير السي، حطيته في السي مش مشكله، بس يعني يفضل يعني. واحدد المكان اللي انا عايز ان انا احط فيه الشغل بتاعي واكمل سيت اب عادي نكست نكست نكست. يبقى ناكد بس ان احنا بناكد ان احنا مش هنشرح داتابيزز خالص، لكن احنا عايزين نستخدمها فنستولها ونشتغل بيها على طول. لكن لو انت عندك اي مفاهيم فيها مشكله تبدا يا ريت تروح تذاكر داتابيز. طب لو عايز تشرح حاجه غير الماي اس كيو ال، نفس الفكره بالظبط يعني. كل تقريبا كل ال الريليشنال داتابيز هتلاقي الاستراكشر بتاعهم، فانت لو فهمت هتلاقي الدنيا معاك بالنسبه لك ان شاء الله كويس. فانا هروح على الفولدر اللي انا نزلت فيه الشغل بتاع الماي اس كيو ال، وهفتح الاكزامبل كنترول اللي انا نزلته، وهعمل بس ستارت الاباتشي عشان اعرف اشغل البرنامج اللي بيشغل الماي اس كيو ال، وبعد كده اشغل ستارت المين للماي اس كيو ال. لاحظ بس اهم حاجه عندي البورت اللي هو 3306، ده مهم بالنسبه لنا يعني. البورت ده بالنسبه لنا بتاع الماي اس كيو ال عشان يجي كونكت عليه، بنكونكت عليه من خلاله. دوس على ادمن عشان يفتح البي اتش بي ماي ادمن. ادي البرنامج اهي، في عندي كذا داتابيز وعندي شغل. انا هفتح داتابيز اسمها تيست، بتنزل اوتوماتيك، والداتابيز دي بتبقى دايما ايه فاضيه. دي نشتغل عليها كده ونعمل ايه الاكزامبلز بتاعتنا ان شاء الله، نطبقها ما بين الكوتلين والماي اس كيو داتابيز.